لما احكي لك حكايه عجيبه. نعم وهي ايضا من صفوه الصفوه. طيب على بركه الله نستفيد. عشان بس الناس في رمضان وفي العشر الاواخر يعني يشعروا ان الدنيا لا تساوي شيء. سيدنا عيسى ماشي مع حواري من الحواريين. وبعدين فجاع. قال له سيدنا عيسى خذ درهمين وقت لنا بخبز وطعام. راح الحواري ورجع معاه ثلاثة أرغفة. يرى سيدنا عيسى وجاي من بعيد وطعام. سيدنا عيسى وقف ليصلي. الحواري أو واحد يعني من هذا الصديق يعني أطال سيدنا عيسى فأكل رغيف. فبقي رغيفين. بقي رغيفان. فقال سيدنا عيسى هات الطعام. خلص الصلاة انتهت الصلاة هات الطعام. فجاء رغيفين. أما كانوا ثلاثة أرغفة؟ قال لا والله يا روح الله ما كانوا إلا اثنين. قال في ناس بطبيعتها الكذب. لا حول ولا قوة. تكذب حتى في أمر لا يحتاج إلى كذب. تلقائية. وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابة. حديث. آه. سبحان الله. آه إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. طبيعته. لكن الطبيعة هكذا. هو طبيعته كده لا يعرف إلا الكذب. تقول مثلا هو جاب المنضدة هذه بمئة. بكام يا فلان؟ ب200. وبعدين واحد تاني يساله ب250. واخونا اللي واقف ورا الكاميرا يقول له بكام يا اخي؟ يقول له ب400. ولذلك قال علماؤنا ان كنت كذوبا فكن ذكورا. كن ذكورا. تكذب على فلان مش اول امس انت قلت لي. هي المشكله لما نقول له انت قلت كذا والله ما قلت. ما هو كذاب. هو طبيعي خلاص طبيعته ويكذب نفسه. يستمرئ الكذب. هذا طبيعته. فلا والله ما كان الا رغفين. لا اريد طعام تعال. سيدنا عيسى وجد قطيع من الظباء جاي راح نادى على واحد من القطيع ذبحه. بعد ما ذبحه خلاص قال قم باذن الله. وقف الظبي على اربع حيا مره اخرى. وما كان يعرف انه نبي؟ لا عارف سيدنا عيسى. قال عجبا. قال بحق الايه التي رايت من اكل الرغيف. قال ما كان الا رغيفين يا نبي برضه ايضا. قال صح. تعال نعبر النهر. قالوا كيف من غير مركب ولا سفينه ولا قارب. قال تعال بسم الله. سار وما ابتلت اقدامهما حتى عبروا الشط على الشط الثاني. قال يا سبحان الله. قال له بحق الايه التي رايت من اكل الرغيف. قال والله ما كان الا رغيفه. هي تمثل قضيه عند سيدنا عيسى الكذب في حد ذاته. هو سيدنا عيسى عايز يثبت للحواريين ولاتباعه قضيه في في في, في قضيه في العقيده. قضيه في ليس قضيه الرغيف. لا 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 خلاص هو عايز يتنم. المهم سار خطوات وجد ثلاث قطع من ذهب. سيدنا عيسى قال له واحده لي وواحده لك وواحده لمن اكل الرغيف. قال له انا. يا لطيف عند الدنيا انا طفل وعيل وكذاب وسبحان الله والعياذ بالله. قال له هي لك كلها. تركوا ومشي. خرج عليه ثلاثه من اللصوص قتلوه واخذوا السباك الثلاثه. وقال اثنان منهما للثالث اذهب فاتنا بطعام. واحد اللص الثالث راح يجيب الطعام قال في نفسه ايه هو شر كله. قال الله نقسم ليه على ثلاث. انا احط لهم سم في الطعام هم ياكلوا يموتوا وناخد الكنز لوحدي. وهم الاثنين قالوا هو لما يجي بدل ما نقسم على ثلاثه نقتله وناخد الكنز نقسمه على اثنين. هكذا الدنيا. ما هي الدنيا كده. هتجد الراجل قاعد كده قدام البورصه يا ابني قدام الشاشه عم كده. انا عايز طبيب ساعتها يقيس له ضغط الدم مرتفع ضربات القلب بدل ما 72 720 حط صفر جنبها. وبعدين احتمال طب لو مات بالله عليك ده يسمى شهيد ليه؟ شهيد العمل. مات اثناء عمله. يقال يراعي ثروته. يراعي بس بهذا سبحان الله. المهم يعني هو نسي. المهم فراح وضع سمه في الاكل ورجع للاثنين. الاثنين اول ما جو مسكوه قتلوه واكلوا الطعام وهو مسموه مات. سيدنا عيسى يمر بعد اليوم الثاني اربع جثث. جثه صاحبه وجثه الثلاث لصوص. فيقول وسباك ذا ما هي هكذا الدنيا تصنع باهلها اعبروها ولا تعمروها. اعبروها ولا تعمروها. ولا تعمروها. لان الجسر انت بتيجي على الجسر وتبني بيت يقول ده مجنون. صح. هي الدنيا جسر. انت ابني ولكن ضع في ذهنك
ان خلاص خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. فذلك كن الذي لمتنني فيه. عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هي ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما هو من آيات الرسول كما قال في الحديث يصيب قلوبنا الوهن. هذا حب الدنيا. وكراهية ما أنا ما كل ما أنت كل ما كثرت في الدنيا طب تموت ليه؟ أترك ده كله؟ أترك الكرسي؟ ده بيتقاتل في سبيل الكرسي في سبيل أنه أنا لا أنا ما في مدير غيري. أنا المدير الوحيد، أنا مبعوث العناية الإلهية في هذا الكرسي. يقال الغاية تبرر الوسيلة. ده ميكافيلي، لكن الإسلام وأن إلى ربك المصير. ليس شرعا الإسلام. الميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة، الإسلامية وأن إلى ربك المنتهى. فأيهما نختار؟ وأن إلى ربك المنتهى.